سلامتكم تهمنا عليكم هذا أمنا قعدوا بيتكم والناس حفظوها صغار كبار لا تطلع تخلوها سلامتكم بدينا ما نخوفك لكن احذر من وباء البين نازل ندر صعبة وناس حقها والبعض ما عده ياكل بس حياتك أهم عدنا والله ما رد يوم سايل للجيش والشرطة الشكور يساعدهم الله بهالأمور والصحة بيهم نفتخور تقول واحدهم مقاتل سلام بالوقاية الوقاية بدراية ترى الشدة تعدي الصح عينها صغار كبار لا تطلع تخلوها سلامتكم تهمنا للمبدع الشاعر علي سعيد الطائي.